Good morning. Today we will continue with our physical control methods اللي هي الطرق الفيزيائية لمكافحة الآفات. آخر إشي وقفنا عنده المحاضرة اللي فاتت اللي هي للساوند. Insect produces sound which may serve as a warning devices or communicate or find a mate or isolate species or interspecific sound function to aggregate species. سبق وحكينا إنه الحشرات تتحدث أو تتفاهم مع الحشرات الثانية عن طريق إصدار أصوات. هاي الأصوات الهدف منها يا إما للتحذير، لما بتشوف مثلا نمل وانت بتمشي أو بتضايق سرب من النمل بتلاقي النمل صار فيه عندك ينتشر بشكل عشوائي، هذا alarm. أو إنه to communicate عشان يتحدثوا to find a mate، العثث الذكور بتنادي على العثث الإناث أو الصراصير أو هذا الكريكت اللي دائما بتسمعوه بالليل أو بوجه النهار، صوت حشرات بتتحدث مع بعض عن طريق اللي هي الأصوات. أو to isolate species أو إنه عشان يفصلوا أن يهربوا من حشرة ممكن تكون عدو حيوي لإلهم، فبصيروا يصدروا أصوات للتحذير أو إنه عشان يتجمعوا على مصدر غذاء، إنه النحل عن طريق الرقص، ولكن في حشرات تانية عشان تدل حشرات أخرى إنه في عندنا مصدر للغذاء بتصير تنادي عليها بنوع من أنواع الأصوات، بتصدرها سواء بحركة الأرجل أو الأجنحة أو عن طريق احتكاكات معينة. Insect produces sound by using vibrate mechanism including beating wings during flight. في بعض الحشرات عشان تصدر هذه الأصوات بتصير تضرب بأجنحتها مع بعض عشان تطلع صوت محدد. أو إنه ممكن إنه برضه مثل الكريكت بيحرك إجره، الإجر الفخذ الخلفية في عليها مثل أسنان المشط، بصير يضربها على الأجنحة فبتصير تطلع لك الصوت هذا المميز اللي أنت بتسمعه بالمغرب أو وجه الصبح. A few studies have focused on detecting sound generated on stored product of insect feeding in stored grain. The flight sound created by female mosquito attracted conspecific male and initiate compulsory behavior. هلا وجدوا انه في بعض الحشرات خاصه بالستورد برودكت لانه عباره عن عثث ممكن يكون نوع من انواع السوس او الويفرز او الخنافس، بتصدر بعض الاصوات عشان يعرفوا وين بتتجمع وطريقه الكوميونيكيشن. وجدت بعض الدراسات انه حتى الأنثى البعوض بتنادي على ذكر البعوض على فريكونسي معينة اللي هي 300 ل 350 هرتز. هلأ الساوند at 20 هرتز or greater cause 80% of the larvae and the adult of Colorado potato beetles to drop from the plant. More plants on the leaf surface drop than those holding onto the leaf edge. وجدت انه لما تعريض النباتات خاصه هاي اللي هي كولورادو بوتيتو بيتلز، بتيجي قلت لكم هذيك المره عنها حشره بتصيب البطاطا بتاكل النموات الخضراء كلياتها بس بتخلي لك عروق البطاطا وشرها جدا سواء كانت الحشره الكامله او اللارفي. وجدوا انه اصدار صوت بارتفاع 20 هرتز مسؤول او كفيل بانه ينزل لك 90% من اليرقات اللي موجودة على النبات على الأرض، يعني أنت حب بتوقعها أو مثل بدل ما تهزها بتنزل لحالها على الأرض. يعني إيه؟ نعرض النبات لأصوات. أصوات صوت بفريكونسي اللي هي 20 هرتز، إحنا ما بنسمعها، إحنا ما بنسمع هاي الأصوات، يعني الدينينة ما بتلقط هاي الهذا اللي هي بتيجي مثل الألترا ساوند، أنت ما بتلقطها دينيك ولكن الحشرات عندها القدرة إنها تلقط هاي الذبذبة. هلا عادة highest respond occurred during the initiation of the 2 second exposure، يعني انت بتصدر هذا الصوت بس ل 2 seconds 20 هرتز ل 2 second كفيل انه يوقع لك 20% من اليرقات اللي موجوده على النباتات. هلا low frequency sound waves adversely impact the development of Plodia interpinoculata. Plodia interpinoculata حشره بتصيب اللي هو البطاطا وبتعمل فيها التيوبس، اذا في واحد جاب زر بطاطا وفتحها من النص بنلاقي فيها مثل الخطوط هدول اللي هي انفاق داخل حبه البطاطا، بتعملها هاي البلوديا انتربنيكولاتا. وجدوا انه هذه اللو فريكونسي بتاثر على نمو البطاطا، على نمو الحشره داخل البطاطا. 5 مينت اكسبوجر على الموجه 1 ميجا هرتز ساوند ات 15.5 watts للسنتيمتر at 26 degree will kill the cephalococcus
ستيفالوس جرانيلاس اللي هي عبارة عن الجرين موت أو اللي هي حشرة بتصيب الطحين الحمراء. هلأ وجدوا أنه هاي الدراسة أنك أنت لما تعرضها لخمس يعني أكياس الطحين لما تعرضها لخمس دقائق على الوان ميجا هرتز على درجة حرارة 226 كفيلة أنها تقضي على اللي هي ستيفالوس جرانيلاس اللي هي البلوديا. هلا احد الطرق الاخرى اللي هي الكنترولد اتموسفير. طبعا احنا الكنترولد اتموسفير امتى بنستخدمها؟ بنستخدمها للبوست هارفست، يعني لما بدك تخزن الافوكادو، بدك تخزن الموز، بدك تخزن الفراوله عشان التصدير، بتحطها انت في غرف متحكم فيها في درجه الحراره بثاني اكسيد الكربون بالاضاءه بدرجات مختلفة انت بتتحكم فيها عشان الطيل من عمر المحصول اللي عندك عشان يا اما للتصدير او انك انت بدك تطلعه بغير موسمه. In recent years there has been a growing interest in controlled atmosphere اللي هي CA اللي هي controlled atmosphere rooms to manage insect pests in stored grain. Much of renewed interest in controlled atmosphere is driven by the policy concern of insect residues in food stuff. Health and Environmental Agency are targeting the use of insecticide and fumigant in stored grain have been placing serve severe limitation on their use. في السابق كان اي واحد بحصد القمح والشعير والذرة بحطوه بدخنوه ببعض المبيدات اللي هي الفطرية او المدخنات على اساس انهم يحدوا انه ما يطلعش فيه عندك حشرات اللي هي المخزونة. فكانوا يستخدموا بيبيدات، كانوا يستخدموا غازات وفيومز، كانوا يستخدموا العديد من الكيميكالز. حاليا صار اهتمام جديد في الكنترول اتموسفيرز او هي غرف المتحكم فيها، لانه استخدام المبيدات واستخدام الغازات داخل المخازن صار حاليا باغلب الدول ممنوع. فبالتالي بدهم يشوفوا طريقة أخرى إنهم يقدروا يتحكموا بوجود الحشرات أو عدم وجود الحشرات أو ما يصير في عندك إصابة بالحشرات داخل المستودعات عشان ما يصيرش في عندك خسائر باستخدام اللي هي الكنترول. طبعا كنترول روم بده يكون في عندك عدد مختلف من العناصر اللي أنت بتتحكم فيها، منها الكربون دايوكسيد. Carbon dioxide has been known to be toxic to insects, especially in disinfecting stored product. Carbon dioxide اللي هو غاز ثاني أكسيد الكربون كانوا يستخدموا وبعرف معروف انه تعريض الحشرات لغاز ثاني اكسيد الكربون سام. حتى انت الانسان حطك في غرفه وتحط عليك غاز ثاني اكسيد الكربون بعد فتره بتنخنق وبتموت. The problem with CO2 is that a low slow action and cost associated with sealing of the storage bins. اهم عقبه بتواجهنا انه بده وقت، يعني مش انك اول ما تطلع ثاني اكسيد الكربون فانت تقضي على الحشرة، بدها وقت لتاخذ مفعول، بعدين لازم تتأكد انه المنطقة محكمة الإغلاق، يعني سواء إذا استخدمت صندوق لازم يكون محكم الإغلاق عشان تتأكد انه ثاني أكسيد الكربون موجود داخل هذا، ما يصيرش فيه تسريب له. هلا نوع من أنواع الحشرات اللي هي داخل المستودعات المخزونة اللي هي ستيفيلوس أورزي and Diabolizin trichoderma species are some of these most of the carbon dioxide tolerant stored product pests. هلا استافيلوس اورزي هي عباره عن سوسة الرز، بتعرفوها هاي اللي لها لو تطلع على الرز لما رز قديم عندك بتلاقي لها هي مثل الخرطوم الطويل والها مثل على الانتن في جزئين، هذا بفرجيكم اياهم ان شاء الله في المختبرات. هذول من الحشرات المخزونه، وجدوا انها هاي الحشره كثير بتتحمل وجود الكربون دايوكسيد، فانه وجود الكربون دايوكسيد لحاله ما راح ياثر فيها. Using high carbon dioxide concentration بيؤدي الى انه البيوبا، هلا في هون ال تي اللي اخذ مبيدات بيعرف شو معناته ال تي، الليثل تايم 99، يعني الوقت اللي مسؤول عن قتل 99% من الحشرات هي عباره عن 6 days اللي هو الليثل تايم اللي هو الوقت اللي بتحتاجه المبيد او الماده اللي انت بتستخدمها عشان تقتل 99 من الحشرات اللي انت فاحصها. احنا عاده ما ناخذش ال تي 99، ناخذ ال تي 50 اللي هي بتحتاج انه ل 50% من الحشرات، ولكن هذول الستورد برودكت ما فيش مجال يكون عندك 50% اصابه، لازم يكون عندك تقريبا يعني قربت الايراديكيشن لانه هي موجوده داخل الستور هاوسز. هلا استخدام
تركيز عالي من الكربون دايوكسيد مسؤول انه بده 6 ايام عشان يقتل لك 99% من الحشرات الموجوده عندك، عاده على درجه الرطوبه اللي هو او درجه الكربون دايوكسيد 65. Most tolerant followed by the adult. هذا للبيوبا. هلا الادلت بتتحكم يعني بدها فتره اقل اللي هي LT99 اللي بدها 1.5 days عشان توصل للcomplete death لإلهم. فالحشرات البيوبا they can tolerate more carbon dioxide than the adult. At lower carbon dioxide concentration, eggs were most susceptible. أكثر الأطوار حساسية لوجود الكربون دايوكسيد اللي هي البيوض، بدها 8 أيام عشان على تركيز 20% كافي إنك تقضي على 99% من الحشرات اللي موجودة داخل المخزونة. Acnocillus opticus اللي هي عبارة عن البين ويفل، عادة بتصيب برضو اللي هي الليجيومز اللي هي البقوليات، وجدوا انها هاي اللايف ستيجز كان بي كيلد ان 5 دايز على درجة حرارة 25، ان 3 دايز و 32 درجة توصل فيها اللي هي القتل اذا كانت نسبة الكربون دايوكسيد 88. هون صار في عندنا تحكم في اشيين، كربون دايوكسيد وحرارة. هاي وجدوا انه كل الاطوار بتموت خلال 5 ايام اذا تعرضت على 25 و3 ايام اذا رفعت الحرارة ل 32 بوجود الكربون دايوكسيد. يعني الفرق في عندك بس ارفع درجات الحرارة مع وجود الكربون دايوكسيد بتسرع من عملية القتل لجميع الاطوار. Other temperature and percent of carbon dioxide concentration effectively kill insect. هلا صاروا هنا وجدوا انه في علاقة ما بين نسبة الكربون دايوكسيد ودرجة الحرارة اللي هي اثناء تعريض الحشرات لها، فصاروا يعملوا تلاعب انه يرفعوا درجات الحرارة ويرفعوا نسبة الكربون دايوكسيد ويشوفوا شو تأثير هاي، نزلوا شوية يرفعوا بزيادة درجات الحرارة وينزلوا كربون دايوكسيد لانه مكلف انك انت تضخ كربون دايوكسيد، مش رخيص يعني انه برضو expensive. وجدوا انه الايج اوف توباكو موث اللي هي افاسيا الياتا او افاسيا كيونيلا والبلوديا انتربنيكولاتا والادل للارزا اورسيفيلاس سيرنيمانس انتروبوليوم كونفيوزم، هدول طبعا كلاتهم حشرات سواء خنافس او فراش او عثث بتصيب حشرات اللي هي التوباكو اللي هي بتصيب اللي هي الحشرات المخزونه. وجدوا انه هدول and five separate breeding of the Staphylococcus granulosa were tested على درجة حرارة 15 والكربون دايوكسيد اللي هو less than 30%. وجدوا انه كلياتهم هدول بتأثروا او ممكن انت تقتلهم بهاي المعاملة. هلا صاروا يدمجوا غير الحرارة، صاروا يدمجوا او يعملوا تلاعب بين نسبة الكربون دايوكسيد والنيتروجين. هلا treated أو treatment of stored grain with carbon dioxide with nitrogen leaves no insecticide residue and possess fewer question on ionizing radiation. هلا وجدوا انه استخدام هدول الكومبينيشن بمقلوش ما بتركش اثار لمتبقيات المبيدات، فبالتالي انت مش عم تستخدم مبيدات فانت بتقدر انك تعاملها وتتناول الغذاء مباشرة لانه هدول غازات طبيعية. وجدوا انه تربوليوم كونفيوزم بيوبا اللي هي طور اليرق العذرة والادلت exposed to pure nitrogen وكربون دايوكسيد or air at temperature between 38 و 46 وكربون دايوكسيد was most effective against the pupa. طبعا احنا عندنا مشكلة بالبيوبا انه البيوبا هي يعتبر الطور الخامل او شبه الميت، الحشرة لا بتتنفس ولا بتاكل ولا شيء، بتكون مغلفة داخل غلاف او كيوتيكل، على الاغلب بيكون الكيوتيكل هذا كتير صلب فبالتالي مش كل اشي بيأثر فيها. فوجدوا انه لما اضافوا نيتروجين وضافوا مع وجود كربون دايوكسيد او زادوا درجات الحراره ل 38 ل 46 مع وجود الكربون دايوكسيد احسن نتيجه لمكافحه هاي الافه. 99 مورتاليتي ل تريبوليوم كاستانيوم بيوبا اوكيرد وين ذي ار بليسد ات اتموسفير كونتينمنت في 85 والنيتروجين 14 كربون دايوكسيد 1 من الاكسجين. وجدوا انه هاي الكومبينيشن للنيتروجين والكربون دايوكسيد والاكسجين افضل طريقه انك تكافح بنسبه 99% من
حشرة المخزونة هاي. فبالتالي انت بتوصل لمرحلة اللي هي شبه إراديكيشن. طيب الطريقة الثانية، بدناش نستخدم بس غازات، شو ممكن نضيف؟ البريشر، برضو الحشرات بتتأثر في الضغط الجوي. هلأ وجدوا a concern using carbon dioxide in store grain facility was also يعني انك انت لما بتزيد 10 days or longer you need to be more effective than the time for suitable quarantine. هلأ مش الكل عنده الفاسيليتيز اللي هي well closed system. فطبعا في بعض الدول بتقولك طب انا ما عندي غرف معزولة كاملة مغلقة الاحكام، فانا بدي اشوف اشي طريقة اخرى. وجدوا انه exposure period have been reduced by increasing temperature, holding insect under vacuum or combination to reduce pressure and high temperature. وجدوا انه اذا انت حطيت الحشرات تحت درجات حرارة اعلى وشفطت الهواء عشان تنزل الضغط، فترة التعريض هاي بدها تقل. يعني بدل ما انت تعرضهم لخمس ايام لعشر ايام راح تصير تقل لفترات اقل، فبالتالي نسبة التسريب او الاغلاق او الاحكام الاغلاق راح تتأثر وراح تقل، فمش راح تحتاج لفاسيليتيز عالية. احد الدراسات وجدت a study of carbon dioxide and high under high pressure was performed to determine efficiency and against Staphylococcus aureus, Rhizoptera dominica, Tribolium castaneum and Corsica cephalonica eggs larvae pupae. طبعا هم اخذوا عدد من الحشرات وصاروا يعملوا عليها دراسات بجميع اطوارها، سواء البيوض سواء اليرقات سواء اللي هي العذاري. وجدوا انه صاروا يعملوا تخليط، يخلطوا بين كربون دايوكسيد هاي بريشر ضغط عالي درجات حراره عاليه. وجدوا انه انت بس بدك خمس دقائق، يعني احنا كنا نحكي قبل عن دايز، هلا صرنا نحكي عن 5 مينت. ليش؟ لانه صار في عندك ضغط عالي، صار في عندك ارتفاع في درجات الحراره، فاثرت على الافشنسي فقللت من فتره الاكسبوجر انتو 5 مينت. The effectiveness of carbon dioxide under reduced pressure was also tested against insect infesting dried fruit. Carbon dioxide was applied in 3 different temperature, 20, 25, 30, and the exposure time was different from 6, 8, 9, 24, 36, 48, and 60 hours, with a vacuum autoclaved set, اللي هو البريشر ال 34.6 to 44 pressure meter. The eggs, first instar, second instar, and mature larvae of Ephistia, Cutella, Blodia, and Interpaniculata. وجدوا انه شايفين الدراسه هون درست combination بين اكثر من درجه حراره، اكثر من وقت تعريض لها ابتداء من 20 دقيقه سوري من 6 دقائق ل 60 hours سوري 6 hours to 60 hours اللي هي الفترة اللي انت بدك تعرض فيها الحشرة تحت ضغط منخفض ودرجات حرارة مختلفة 20 25 30. وجدوا انه كلياتهم هدول all stages كل الاطوار للحشرات اللي هي سواء افستيا او بلوديا او تريبوليوم كانت كلياتها مدروسة. وجدوا انه تأثير الحرارة والكومبينيشن لإلهم بتأثر بشكل واضح عشان يحددوا أفضل وقت، أفضل درجة حرارة، وأفضل atmospheric pressure ممكن أنت تستخدم عشان تعمل 99% mortality. هلأ الطريقة الأخرى اللي هي استخدموها اللي هي الاتموسفير جنريتور، اللي هي عبارة عن موتورات دعم للتحكم في الظروف الجوية داخل المخازن. وجدت انه الادلت of Tribolium castaneum and Staphylococcus aureus were controlled with fumigation by a set of generation of carbon dioxide. The generation of 80% pure carbon dioxide was possible by mixing natural occurring limestone, diluted acid and baking soda mixed with citrus acid along with water. طبعا هذه الريسيبي مش بس هي عشان طب من وين بدي اجيب انا كربون دايوكسيد. وجدوا انه هاي الخلطه هي عباره عن سورس انك انت تطلع كربون دايوكسيد بكميات عاليه، تخلط هذول المواد عشان يعطيك اعلى نسبه للكربون دايوكسيد. The time required to generate carbon dioxide was 90 minutes with 100 mortality in all test commodities. It's a unique method
to applied and developed countries from storage does not exceed 10 tons and rural area. هلا هاي امتى بتزبط معنا؟ في قريه بعيده واحد عنده مخزن بدل ما كان قبل يجيب مبيد يدخن فيه المخزن مش هو لما بده يدخل المحصول كل ما مره بيطلع وبنظف بصير بيمسح وبنظفه وبيعملوا تدخين وبيعقموا المكان عشان اذا في حشرات او في بيوبا او في بيوض كلها تنقتل. بقول لك ببساطه بتجيب هدول بتحطهم في الغرفه وبتخلطهم مع بعض، هاي الكميه كافيه انها تعقم لك المستودع يعني تصدر لك كربون دايوكسيد سواء كان في مخزون او ما في مخزون عشان تتخلص من اي حشرات، خاصه هاي في المناطق اللي هي نائيه او مناطق القرويه او اللي هي اللي مش بالحضريه اللي هي بالقرى والمناطق البعيده لانها ما بدهاش مساحات كبيره او ما فيش عندهم مساحات كبيره. هلا another method to generate carbon dioxide. طب كيف انا بدي احصل على الكربون دايوكسيد؟ اللي هي عن طريق البيو جنريتر بليسز كوستال بوتل جاز، يا اما بتجيب في بعض المنتجات بتكون جاهزه عبارة عن غاز بيكون مضغوط انت بس مجرد ما تفتحها بتطلع. هلا في الويت بارنز الدست كوفي هاسك اند كومبينيشن اوف ويت بارن اند سو دست وير اولسو بايو جنريتر للكربون دايوكسيد. هلا الكل بيعرف اللي هو عملية اللي هي ريسايكلينج او اللي بيعملوا كومبوست او اللي بيعملوا بجمعوا المواد العضوية وبيخمروها يا اما بيعملوا منها فرتلايزر او بيخلوها تتحلل. وجدوا انه خليط من الويت بارن اللي هو القش، السودست اللي هو برضه النوع من انواع اللي هو نشارة الخشب، والكوفي هاسك اللي هي بقايا النباتات القهوة، هذا كومبينيشن منهم ادى الى انه بصير في عندك بايو جنريتر للكربون دايوكسيد لانه عبارة لما بيتخمر ولما بتحلل بيطلع عندك غازات جزء منها الكربون دايوكسيد. هلا السودست alone produces more than 2% of carbon dioxide. الويت بارن بيعمل لك 19، الويت بارن والدست رح يعملوا لك 20% كربون دايوكسيد، والكوفي هاسك رح يعطيك 26، فبالتالي انت هدول بتقدر تستخدمهم بالستورج فاسيلتي. يعني اللي بفكر مستقبلا انا ممكن اعقم او بدك تبلش مثلا بزنس، بدك تروح للناس اللي بيشتغلوا عندهم مستودعات وعندهم دائما مشكله انه في عندهم مبيدات وبيستخدموا مبيدات، بتقول له انا بجيب لك اياها، انا بعقم لك الغرفه. بتصير بتجيب انت هدول بتخلطهم مع بعض بتحط له البياب بالغرفه، هذا كبزنس يعني. لا اللي حابب انه يشتغل ببزنس بدوش يشتغل لحاله. هلا وجدوا ارض ايضا انه في عندك النيتروجين تريتمنت زي ما حكينا، نيتروجين مع اول مره نيتروجين مع كربون دايوكسيد، هالمره بس النيتروجين تريتمنت. وجدوا برضو انها كنترول انسكت ستورد فاسيلتيز باستخدام اللي هي الكنترول اتموسفير خاصه في المناطق اللي هي مثل الميوزيوم او الاركايفز او اللي هي المستشفيات، هذول اللي ما بتقدر تستخدم فيها غازات، فبالتالي ممكن انت بس تحط النيتروجين في هاي الفاسيلتيز او تعمل مكافحه لها باستخدام طريقه صديقه للبيئه. وجدوا انه دروسوفيلا ميلانو جاستر، في حدا بيعرف مين هي شو هي دروسوفيلا ميلانو جاستر؟ حمزه بتعرف الدروسوفيلا؟ بيولوجي ذبابة الثمار الفاكهة دروسوفيلا ميلانوغاستر فروت فلاي ذبابة الليمون في الفاكهة فروت فلاي اللي هو عملوا عليها الجينز وعملوا عليها الميوتيشن عين حمراء وعين سوداء وعين بيضاء تذكرتوهم دروسوفيلا ميلانوغاستر because of high reproductive rate are used to test nitrogen efficiency in a museum. عادة احنا هاي الحشرة بنستخدمها كموديل بنستخدمها كنموذج عشان نطبق عليها بعض الدراسات لانها درجات يعني خصوبتها عالية فترة دورة حياتها كتير قصيرة وبتعطيك كميات كبيرة من هذا فبالتالي انت بتقدر تستخدمها مثل ما بتستخدم احنا بنسميها اللي هي رات لاب رات يعني اللي هي فيران المختبر اللي بنطبق عليها اغلب الدراسات. وجدوا انه when they are using flushed the warehouses were flushed with nitrogen for 30 minutes at a rate of 200 mL per minute were at various temperature and relative humidity. وجدوا انه هاي الظروف انها بيعطيك اعلى نسبه من القتل للميلانوغاستر. Nitrogen atmosphere effectively control Drosophila melanogaster and combination of higher temperature relative humidity that reach 100% mortality. إذا بلشت تتلاعب بدرجات الحرارة أعلى أو أقل بالتحكم بدرجة الرطوبة برضو بيأثر عليها وبتوصل لمرحلة اللي هي 100% قتل.
هيك انهينا الفيزيكال كنترول. هلا خلصنا الطرق المكافحه البيئيه، طرق المكافحه الفيزيائيه، شو ضل عندنا؟ كيميائيه. طبعا احنا بدنا نرجع قبل ما نستخدم الكيميائيه، بدنا نشوف كيف بلشت او كيف بدات فكره انه انا بدي استخدم كيميائيات عشان اكافح الافات. طبعا الهيستوري للانسكتسايد واز بيوند الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه. كانوا قبل اللي هو الكيميكال واز يوز تو كنترول بيست ويتش هارم كروب اند انيمال اند انوي هيومن اور ترانسميت ديزيز ان انيمال اند هيومنز ان نوت ا نيو براكتس. هذا طبعا استخدام الكيميائيات سواء انت بدك تكافح الحشرات اللي ممكن تزعج الانسان، تنقل امراض سواء لإله او للحيوانات، او تقضي على محصوله او تزعج له او تقتل له الحيوانات اللي بربيها، فكره قديمه. هلا كيميكال وير يوزد for pest control in ancient Egyptian records. يعني لما اطلعوا على اللي هم القراءات الهيروغليفية والرسومات الموجودة على أيام المصار والفراعنة، وجدوا أنهم كانوا بيستخدموا مواد كيميائية ليكافحوا بعض الأمراض والحشرات. 1200 before Christ, Odysseus fumigated the whole houses, court and burning sulfur to control pest. هدول أيام اللي هم الأوديسيز اللي هم الإغريق قبل 1200 سنة قبل الميلاد، كانوا بالغرف والقاعات الكبيرة كانوا يدخنوا اللي هو السلفر، يجيبوا السلفر ويحرقوا ويعمل دخان أصفر طبعا عشان يعقموا البيوت والقاعات والحظائر من المبيد من الحشرات والآفات. After Christ, 70 years after Christ, they use arsenic to kill insects. استخدموا الأرسنك اللي هو الزرنيخ، كانوا يستخدموا الزرنيخ عشان يكافحوا فيه الحشرات. The Chinese used arsenic and sulfide for same purpose in early 60 centuries. بعدين هالصينيين الحضارة الصينية بدأت تستخدم خليط من اللي هو الزرنيخ والسلفايد عشان برضو يكافحوا بعض الحشرات. By 20th century, inorganic chemicals used lead arsenate and copper arsenate were used to control insect pests. بالقرن العشرين بدأ هنا خليط أو خلطة من الزرنيخ وبعض اللي هو المواد الثانية اللي مثل الكوبر أو برضو اللي هي الانorganic materials برضو بيخلطوها عشان يكافحوا الحشرات اللي موجودة عندهم. 50 years ago, most arthropod pest diseases and weed were controlled mainly by cultural method. لأنه قبل 50 هذا بدك تقول 70 سنة كان المكافحة اللي بيستخدموها بالأغلب اللي هي مكافحة عن طريق الممارسات الزراعية العادية. Era of synthetic chemical pesticide truly began after 1940 when the organochlorine and organophosphorus insecticide were discovered. الاستخدام الحقيقي للمبيدات الزراعية المصنعة بدأ في مرحلة بسنة 1940، مرحلة اللي هي ما بين الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية، لما بلشت مجموعة الأورغانوكلورين والأورغانوفوسفورس كمبيدات صناعية مش طبيعية، بلشوا يعملوها سينثيتك يصنعوها ويستخدموها كمبيدات زراعية. These chemicals were successful in controlling pests and there were extremely rapid adoption to their uses in building up a large multi-billion dollar organochemical industry. من 1940 بدأت الانتشار الواسع للاستخدام لهدول المبيدات لأنه تأثيرها سريع، يعني بترش خلال ساعتين ثلاثة بتلاقي الحشرات كلها ماتت، خلال يومين ثلاثة بتلاقي الأعشاب كلها ماتت، فبالتالي تأثيرها سريع، صار الكل يستخدمها وبكثافة، سعرها كان رخيص، فبالتالي صارت في عندك مليون دولار أجروكيميكالز، بالتالي صارت أغلب الشركات تتقاتل إنها بدها تصنع مواد زراعية أو مبيدات زراعية عشان تعمل ربح. There are currently more than 1600 pesticides available in the USA alone and worldwide still increasing. طبعا عدد المبيدات آخر تعداد، هذا الحكي ممكن يكون ببداية 2000، عدد المبيدات اللي سجلت بس بالولايات المتحدة 1600 مبيد، ولسه الأرقام عم بتزيد. طبعا عم بتزيد بس مش بنفس السرعة اللي كانت قبل. هلا قديش العائد المادي؟ 4.4 مليون اللي هي tons of pesticide are used annually with a value of 20 billions. يعني لحالة في الولايات المتحدة تستخدم 4 ملايين
طن من المبيدات بالسنة، وقديش الربح؟ 20 بليون، بليون مش مليون، بليون. هدول اللي هم اللي هو الفاليو اللي بتصرفها عليها، هدول وين بروحوا؟ لجيبة مين؟ للأجروكيميكال بيستيسايد اندستري. هلا بيو اس اي اكونت مور ذان 30% اوف ذا ماركت، تعتبر اليونايتد ستيت اكبر كونسيومر بنسبه 30% من المبيدات، يعني لحالها بتستخدم 30% من التوتال اندستري برودكشن. طبعا about 450 مليون باوند and importing about 150 مليون باوند، يعني بتصدر وبتستورد هدول المبيدات. There was little anxiety concerning possible human ecological environment hazard start in the 50s. بدأ الناس شوية تفكر في موضوع المبيدات بأواخر الخمسينات. ليش؟ في الـ early 60s the attention was attracted to the issue of public of the اللي هي environmental hazard أو أهميتها أو خطرها على البيئة وصحة الإنسان، لما إجت كاتبة اسمها ريتشل كرايسون أصدرت كتاب اسمه Silent Spring بـ 62. هاي الكاتبة وثقت كل حالات التسمم، أمراض السرطانية، تأثيرها على البيئة، المي، الطيور، الحياة البرية، كل إشي وثقته بدوكيومنت ونشرت كتاب. شو معنات Silent؟ سكوت. Spring يعني الربيع الصامت. يعني قديش هاي بام، اول ما الناس بلشت تقرا وتشوف دوكيومنت وكل شيء موثق قالوا لك احنا وين رايحين. بدا هناك وعي او بدايه الوعي انه احنا فعلا عم ناكل مبيدات، عم ننتج مبيدات، عم نزرع مبيدات، يعني كل محاصيلنا كلاتها سموم واحنا عم ندخلها على اور سيستم، على البيئه، على الايكولوجي، على كل شيء بنمتلكه. ان ريسبونس Most developed countries are related to international agency من الفاو WHO set a complex registration system, develop monitoring organization and outline suitable regulation to require for before you have a new pesticide can be registered and used for the whole public. من هون بدأت المؤسسات العالمية اللي هي لها علاقة في الصحة اللي هي الفاو، منظمة الأغذية العالمية الـ WHO، منظمة الصحة العالمية، وبعض المؤسسات زي الـ FDA واللي لهم علاقة في الصناعات الأغذية وهيك شيء، بدأت تحط لك قواعد. قبل كان أي واحد أنت وياه بتروح بتخلطوا مادتين مع بعض بتطلعوا بتلاقوها بتأثر على الحشرات بتسجلوها بتستخدموها وبتبيعوها بتجيبوا مصاري. هلأ لا، هلأ صار في عندك لازم يكون في عندك نظام. They have outlined شو لازم القواعد والقوانين اللي لازم تعملها عشان تقدر تسجل مبيد جديد. لازم يكون في عندك العديد من اللي هي registration requirement، فيها متطلبات كبيرة قبل ما تقدر انت تسجل مبيد وتصنعه وتصدره او انك تتاجر فيه او انك تبيعه. لازم يكون انت you fulfill this requirement. بغض النظر شو كيف بتتم الآلية، صار في عندنا different group للإنسكتسايد أو البستيسايد، منها الأورجانوكلورين. الأورجانوكلورين اللي هي المبيدات الأورجانية المخلورة بالعربي، اللي هي عبارة عن these insecticides is a very persistent in soil and toxic to a range arthropod. طبعا أنا مش رح أحكي لكم تفاصيل هدول المواد لأنه اللي بياخد مبيدات زراعية بيعرفهم بالضبط وبيعرف شو تركيبهم وشو تأثيرهم وكيف بيأثروا. هيك إحنا رح نيجي هيك كمادة سريعة على الأورجانوكلورين. هي عبارة مبيدات حشرية persistent. شو معنات persistent؟ فترة بقائها في البيئة طويلة، يعني ما بتتكسر بسهولة. هلأ هدول في التربة، في الجو، في المي، عالية السمية. لما بترشها بتعرفوا الدي دي تي، تتذكروا الدي دي تي؟ أكيد سمعتوا فيه. الدي دي تي كان ولا زال في مناطق بعفروا فيه الناس. شو معنات بعفروا؟ بيجيوا بصير برشوا على حالهم عشان يتخلصوا من الحشرات اللي بتصيب الصحة العامة، من أمل، من برغيث، من قراد، من هذا. كانوا يستخدموا هدول ولا زالوا في بعض المناطق عشان يتخلصوا من الحشرات، لأنه كتير كان آمن على الإنسان. ولكن لما بينزل على التربة بتزيد سميته، لما يروح على المي بتزيد سميته، لما ينتقل للسمك بترتفع سميته، لما تاكل انت السمك بصير عندك سميه اعلى، فبنسميه بايو اكيوميليتيف. يعني انت لما بترشه كمبيد على حالك ما في مشكله، ينزل على التربه
بصير بيزيد السمية لأنه بتكسر لمواد سامة أعلى، بنتقل للمي بتصير نسبة السمية أو درجة سميته أعلى. بتاكله بتاخذ السمك جزء من هذا المبيد نتيجة أنها هي بالمي بتزيد سميته اعلى. تيجي مثلا انت تعمل خلطه علفيه باستخدام فش ميل متغذي عليه بتصير السميه اعلى في الابقار، بنزل الحليب نسبه الحليب السميه في الحليب بتكون اعلى. بتشرب المراه الحامل المبيض الحليب اللي فيه كميه من المبيض بتصير نسبته اعلى، بنتقل للطفل اللي الام عم بترضعه بنسب ممكن تقتل. فهذا مش شوف التشين بتصير تراكمية وكل ما بالها بصير لها بيلدينج اب عم بتزيد سميته. فهذا طبعا كانوا بيستخدموه ل 25 30 سنة، اول منع له بدا ببداية الثمانينات باخر الثمانينات صاروا يقولوا لك في بعض الدول ممنوع استخدامها، ولكن في دول اللي هم عندهم مشاكل بالملاريا والدنجنج واليالو فيفر والميديترينيان فيفر هذول اللي له علاقة في الموسكيتوز لساتهم لحد هلا بيستخدموه. هلا طبعا بدات من افتر ذا سكند وورلد بعد الحرب العالميه بداوا يستخدموه بشكل كبير. They include compounds like dichloro diphenyl trichloro ethan اللي هو الدي دي تي، بنزين هيكساكلورايد اللي هو البي اتش سي او اللندين، كلورودان هيبتاكلور تكسوفان ميتاكسيكلور الدرين ديالدرين اندرين اند اندوسلفان. طبعا هدول بدك تحفظ لي خمسه من الأورغانوكلورين، خمس مبيدات من الأورغانوكلورين. All are relatively non-soluble and have low volatility and are lipophilic. مميزاتهم إنهم non-soluble ما بدووش بالsolvent، low volatile تطايرهم قليل فبالتالي آمنين يعني you can use them، يعني ممكن حتى لو شربت بدك تشرب لك يمكن 5 لتر اي ثينك مره قالوا 5 لتر من المبيد من غير مش محلول اللي هو المبيد هذا عشان تنتحر. وليبوفيليك بنتقلوا للخلايا الدهنيه وبيعملوا اكيوميليشن وين؟ في الخلايا الدهنيه مثل الحليب مثل الدهون اي شيء له علاقه بالليبيدز. Many of them do not have very high accurate mammalian toxicity. ما انا زي حكيت لكم الماميليان توكسيسيتي اللي هي السميه للثدييات عاده كثير منخفضة، في معنى انك انت عشان يصل لك ل فور اي ثينك انه حطيت لا مش حاطط لكم اياها عشان انه ال دي 50 اللي هي الليثال دوز اللي هي 50 اللي هي الجرعه القاتله ل 50% من الحيوانات بدها 5000 ملي جرام بير كيلو جرام، يعني انت لازم تاخذ 5000 ملي جرام لكل كيلو جرام، وزنك 50 بدك تضربها في 5000 يعني بدك تشرب يعني قنينة عشان يا دوب انها تقطع فيك. فبالتالي الماميليان توكسيسيتي له فيري لو اور هاي يعني ما لهش اللي هي بدك كميات كبيره عشان تاثر. They tend to become bio concentrated in even tissue and move through the food chain and it has met the expectation of Linden that have been largely phased in other certain developing countries. هلا هاي اللي حكيت لكم اياها اللي هو bio concentrated or bio accumulative. Many soil and rivers are still contaminated DDT, andren and dieldrin. لحديت اليوم في بعض الفحوصات للريزيديو بياخذوا عينات مي عشوائيه بلاقوا لسه فيها متبقيات للدي دي تي الاندرين اند دايلدرين بعد 30 40 سنه من وقف استخدامه بشكل مكثف. يعطيكم العافيه.